السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وعلى بركه الله ندوزو المقادير اللي كنحتاجو لهاد الوصفه. كنحتاجو 3 معلقات كبار قهوة سريعة الذوبان، كنحتاجو 100 غرام سكر سنيدة، 40 غرام مايزينا، كنحتاجو بودرة الكاكاو، نصف لتر حليب، وكنحتاجو 4 اصفار البيض، 40 غرام الزبده على درجه المطبخ. كنحتاجو 250 غرام الماسكربون، وكنحتاجو البسكويت البودواخ وقليل من الماء. وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. في كاسونه كنضيفو نصف لتر حليب، وكنشعلو عليهم على عافيه مهيله بزاف قليله، كنهزو اناء، كنديرو 4 صفار البيض، كنزيدو عليه 100 غرام سكر سنيده، وكنضيفو بالتدريج، وكنستمرو في التحريك حتى كيتمزج من الخليط مزيان. من بعد ما سالينا من دمج سكر سنيدة مع أصفر البيض، كنمشيو للمرحلة الثانية اللي هي إضافة المايزينا. 40 غرام المايزينا بطريقة تدريجية مع استمرار في تحريك الخليط حتى كيتجانس. هانتوما بعد ما كندمجوا العناصر مع بعضياتهم، كنحصلوا على هذا الخليط. كما كيبان لكم في الفيديو كيجينا خليط عاقد بحال هكاك. كنضيفوا على البوطه ديالنا من بعد ما سخن الحليب، وكنضيفوا عليه 3 معالق صغار ديال القهوه السريعه الذوبان. وهنا غتجي مرحله مهمه اللي هي فين غنخلطوا الحليب مع الخليط ديال اصفر البيض. وهنايا وصلنا للمرحله المهمه اللي خاصكم تكونوا سريعين فيها، اللي هي تخلطوا نصف كميه الحليب مع خليط الاصفر البيض، وتخلطوه بطريقه سريعه بزاف باش هكا ما يطيبش لكم. وتخلطوا غير نصف كميه الحليب مع الخليط. من بعد غنهزوا داك الخليط ديالنا اللي خلطنا معاه الحليب، نرجعوه للكاسرونه باش يكمل الطياب ديالو حتى يعقد لينا كما غتشاهدوا في الفيديو مشاهدينا الكرام. احسن تضلوا تخلطوا في الخليط على نار مهيله باش ما تكونش ليكم الكويرات في الكريمه ديالكم، حتى وكان يعقد ليكم حتى تشوفوا اللي بدا كيعقد. عقدت لينا الكريمه، كنهزو اناء نقي اللي نقدو ندخلوه للثلاجه، يكون اناء زجاجي او يكون على هذا الشكل. كتعاودوا تصبوا فيها الكريمه ديالكم، ومن بعد كنزيدوا عليها قطعه ديال الزبده اللي كتكون على درجه المطبخ، وكتحركوها معها حتى كتنسجم الزبده مع الكريمه باش تليس تجي رطبه.
اسمحوا لي هاد المرحله ما تصورات ليا، كانت الكاميرا طفات. المهم اللي كنساليو من تحريك الزبده مع الخليط، كنغطيو الخليط ديالنا ببلاستيك غذائي وغندخلوه للثلاجه لمده ساعتين حتى يبرد لينا مزيان ويرتاح، عباش غنكملوا الوصفه ان شاء الله. كنغلفوا المول ديالنا اللي غنستعملو بالبلاستيك الغذائي او الورق المطبخ، لكم الاختيار. من بعد كنخرجوا الكريمه ديالنا اللي بردات لمده ساعتين وكنضيفوها على جبن الماسكربون سفينه اخر، كنخلطوهم بالتدريج. كنديروا كميه من الكريمه اللي صوبنا مع كميه من الجبن الماسكربون وكندمجوا الكل حتى كنساليو. كناخذوا لي بسكويت البودوار ديالنا، كنغطسوهم في المحلول القهوه وكنبداو نصنعوا واحد القاعده من البسكويت الاولى على الطريقه كما كيبان لكم كما موضح في الفيديو حتى كنساليو وكنزيدوا عليهم الكريمه، وعاوتاني كنعاودوا نفس المراحل بسكويت كريمه بسكويت كريمه بسكويت كريمه حتى كنساليو كما غتشوفوا في الفيديو امامكم. ايوا كيف كيبان لكم، من بعد ما صنعنا عده طبقات من بيسكوي والكريمه كانت هذه اخر طبقه ديال الكريمه، ودابا كنغطيها بالبيسكوي البودوار. من بعد ما سايت من وضع اخر طبقه ديال البسكويت البودوار
كنغطيو الاناء ديالنا وكندخلوه للمبرد لمده ليله كامله حتى يبرد لكم مزيان. ولا حبيتو تقطعوه كنصحكم تقطعوه هو بارد، من بعد تذوقوه بالبودره الكاكاو وبالفواكه الحمراء او حسب الاختيار ديالكم. كل واحد يذوق بلي عنده بلي كيحب وعلى حسب المذاق والذوق ديالكم. ونتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التعليقات والاشتراك واللايك وتشجعوني وخليو لي التعليق ديالكم القانون. ونتمنى نكون خفيفه الظل عليكم وعجبتكم الوصفه. يلا نضرب لكم موعد جديد او موعد قادم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.